السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة تيوت جوارة. اليوم إن شاء الله جبت لكم هذا الكلاصاج اللي هو جد اقتصادي وسهل في التحضير وبمكونات بسيطة. هذا الكلاصاج الرخامي اللي كيجي زوين بزاف، أو كلاصاج لامع واللي كنعطو به الحلويات ديالنا. نتمنى وصفتنا اليوم تنال إعجابكم، وتابعوا الفيديو حتى الأخير، تابعوا جميع مراحل هذا الكلاصاج. ندوزو للمقادير وطريقة تحضير هذا الكلاصاج اللي هو سهل في التحضير ديالو على بركة الله. اول حاجه عندنا 80 غرام ديال الشوكولاته البيضاء، عندنا كاس سنيده، وعندنا كاس الا ربع ديال الماء، واحد الساشي فاني، عندنا ملون احمر، كذلك عندنا ملون اخضر، وكذلك عندنا ثلاثه اوراقات ديال الجيلاتين. ندوزو لطريقه تحضير هذا الكلاصاج. غادي ناخذ كاس سنيده مع الماء، وغادي نخلطهم ونوضعهم فوق النار، وهكذا كنستمر في التحريك. هاد المكونين اللي هو الماء مع سنيدة حتى كيغلى مزيان، وغادي نضيف ساشي فاني. انا هنا البنات بعد ما نزلتهم من فوق النار ضفت له ملعقة صغيرة من الزبدة، وكذلك ضفت له ثلاثة الملاعق ديال العسل، تقدري تعوضيه بلاصه نسلي. كذلك غادي تضيفي كذلك ثلاثة وريقات ديال جيلاتين بعد ما تعصر عصرته من الماء، وهكذا كنضيف الشوكولا وكنحرك مزيان بهذه الطريقة. كنحرك مزيان، استمر في التحراك حتى كيذوب جميع هذه المكونات وتنسجم مع بعضياتها. هكذا كنستمر حتى كيذوب هذه المكونات كاملين. تقدري تستعملي الميكسور اللي عندك في الدار، انا ما غاديش نستعمل لا ميكسور لا خلاط كهربائي، فقط غادي نخلط مزيان المكونات، وغادي نصفي هذا الشوكولا، غادي نصفي هذا الخليط كما كتشاهدوا معايا. من بعد كنضيف له الملون، بالنسبه لهذا الملون الغذائي حسب اللون اللي بغيتي، يعني كتضيفي حتى كتحصل على اللون اللي كتفضلي. وكذلك بالنسبه للون الاخضر كذلك غادي نضيفه، وهكذا كننجمع هذه المكونات في كاس، وكندير كميه كثيره اللي هو اللون الاحمر. من بعد غادي نضيف ملون اخضر، كما قلت لكم البنات هذا كلاصاج بسيط جدا، يعني ما كيحتاج مقادير بزاف، يعني اي حاجه عندك في الدار تقدري ديري به كلاصاج وتزيني به الكيكه ديالك. وبالنسبه للالوان راه كتبقى حسب ذوق اي سيده. كما كتشاهدي معايا كنضيف هذاك الكلاصاج، كنعاود ندير الطبقه الثانيه باش نحصل على داك اللمعان اللي تيكون. من بعد غادي نضيف اللون الاخضر للجوانب على هذه الطريقه، هذا هو الشكل النهائي ديال كلاصاج رخامي او كلاصاج لامع، اللي هو اللون مجز ما بين اللون الاحمر مع الاخضر، عطاني هذا اللون البرتقالي. صراحه كلاصاج بسيط جدا وسهل في التحضير. كنتمنى وصفتنا اليوم تنال اعجابكم، وما تنساوش تشاركوا في القناة.
القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. كذلك غادي نشارك معكم الحلويات الاخرى اللي رافقت مع هذا الكيك بغلاصاج رخامي اللي هما اجتمعنا انا واخواتي بواحد المناسبة ودرنا هاد الحلويات كما كتشاهدوا معنا. لهذا بغيت نشاركهم معكم. إلى اللقاء إلى الفيديوهات القادمة إن شاء الله.